اول حاجه واش الماتش مبيوع ديال بدراري وريكوبي روبن، ثاني حاجه علاش الابطال المغاربه اللي عايشين في هولندا كيهزوا الرايه المغربيه وكيلعبوا لصالح المغرب، يعني كيلعبوا باسم المغرب مع انهم كبروا في هولندا وترعرعوا في هولندا وما كيعرفوا على المغرب حتى حاجه، والمغرب ما كيساعدهم باي حاجه، علاش؟ السلام عليكم خوتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير. الموضوع ديالنا اليوم ان شاء الله غيكون واش، لان بزاف ديال الاراء، بزاف ديال الهضره كنسمعوا وبزاف ديال الكومونتير كيخليو عليه الناس بان بدراري باع الماتش. واش بدراري باع الماتش؟ الله اعلم بعلم الله. انا جبت لكم واحد يعني اوديو ديال واحد صاحبي كان حاضر مباشره وكان قريب، هو غيقول شنو كاين. تسمعوا معايا ونكملوا الهضره، سمعوا شنو قال هذا السيد هذا. السلام عليكم، كاين لاباس عليك؟ بخير هنيه الحمد لله. هذا صعيب تما باش تصور، لان كلشي الزبر كيصور، كلشي على التليفون، الروج والو، هكذاك ما كاين لا مبيع لا والو. حتى انت عليك الكذوب، انا كنت حداهم، انا كنت قدام كاع، فهمتي؟ عم التبليسه التبليسه تبليسه بمعنى الكلمه. وكان زعما داكشي اش غنقول لك، احسن وحده مشيت لها كاع باش نوعر، والله تامر داكشي كان معتبر. والمغاربه ما نعاود لك، ما عندك ما سالهم، جاو من اي بلاصه، من المان فرنسا، اي بلاصه اي بلاصه. زعما واحد اش نقول لك، شي حاجه ما تعاودش. قال لك نبيع، ما كاين نبيع لا والو. كان العصا مسكين هذيك، كان واحد الضربه من مورا الماتش، انا شفت واحد البلاصه هذيك اللي كيقول لك راه باع ولا شتي على الكذوب. يلا سيدي تهلا. المهم هذه كانت هضره ديال خويا عبد الرحيم السوسي، السوسي ديالنا صاحبي، كنا غنحضروا انا وياه، ولكن انا ما كتبليش، ما لقيتش الورقه، هو لقى الورقه. المهم بصحته، بقات له غير واحد الورقه. المهم مشى تفرج، وكنت قلت له صور لي باش ندخل شويه ديال اللقطات في شي فيديو. ساعه ما قدرش يصور، ما عندوش يعني ما كيفهمش هذا الشيء ديال التصوير. كما شفتوا يعني كيقول لك بان الماتش ماشي مبيوع، والله اعلم، يمكن ماشي مبيوع، عاد يمكن بدراري يعني كلا ديك الضربه جات له يعني مفاجاه، ما نعرف، مكتب ديال الله تعالى، حتى واحد ما يهرب من القضاء والقدر. هذا ما كان. وعندي الخبر بان بدراري كيوجد يعاود معاه المره الثالثه، ولكن هذه المره في المغرب وفي الصيف. داكشي اللي سمعت، ما كاين شي اخبار اكيده. الا كاين شي اخبار اكيده ندير لهم، نوصل لكم الخبر عبر الفيديو ولا اي حاجه. نخليكم على واحد مع واحد فيديو ديال الضحك على هاد يعني على هاد مبارزه ديال بدراري وريكوبي روبن، ونعود ان شاء الله نكملوا الهضره ديالنا على الموضوع ديالنا اللي قلت لكم. لا سهر لا لا سهر، واش انت شينوي؟ لا سهر لا لا سهر لا 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 سهر بدراري، ها لاش لاش ضربوا بالدوره؟ لاش دخلنا عليك بالله؟ لاش ضربوا بالدوره؟ لاش دوختيه طيحت؟ لاش ها شنو كانت عليه هادي؟ شنو واش انت بريسلي؟ واش انت بويكا؟ واش انت شيك نوريس؟ واش انت لاعب برايا كوريا الشماليه؟ ما فهمتش انا من الدخله او ديبار. لاش مالك اخي؟ ناقصك الكالسيوم؟ كون كبرتي في المغرب جات معاك نقولها ودي، ما كيصرف الحليب والفرماج ولا جيتي لبلاد الفرماج الاحمر وبلاد الحليب وبلاد فين ما تلعب يدي. المهم ضحكنا شويه، دابا غنهضروا في المعقول. علاش مغاربه اللي عايشين في هولندا كيلعبوا لصالح المغرب مع ان الابطال ديالنا ديال المغرب كما شفتوا ديك البطل المغرب ديال التيكواندو حرق ورمى الميداليه في وسط البحر؟
داتو اسبانيا، دارت له الجنسيه باش يلعب لصالح اسبانيا. علاش الناس اللي خالقين في هولندا، كبرين في هولندا، كيترينيو في هولندا، كبراتهم هولندا، كتنفق عليهم هولندا باش يكبروا، وفي الاخر كيهز الرايه المغربيه وكيلعب لصالح المغرب؟ علاش؟ لنظر ديالكم علاش؟ طاكس، الضرائب، هولندا معروفه اول بلد كتكاس، اول بلد في الضرائب على كل شيء. الضرائب عندهم بزاف، انا عشت في هولندا وكنعرف شنو كاين. الضرائب عندهم بزاف، يعني بنادم كيتهرب من الضرائب بديك الرايه المغربيه، هذا هو المعقول. خلينا بزاف الناس يقول لك لا راه وطني، لا ما كاين لا وطني. الناس اللي خلقوا هنايا راه عارفهم، ما كيعرفوا حتى حاجه على المغرب، ما كيعطاوش راسو مغربي. حنا اللي خلقين من المغرب، اللي كنحنوا للمغرب وكنمشيو كل الصيف ولا جوج مرات في العام ولا ثلاثه العام باش نمشيو نشوفوا بلادنا. اما بالنسبه للناس اللي خلقين هنايا، مره في تركيا، مره في كندا، مره في الفلبين، مره في اندونيسيا، المهم. اما بالنسبه لهاد الرايه هادي، كيتهربوا من الضرائب باش ما يخلصوش الضرائب، لان فوقاش كتربح؟ الا ربحتي المليون اورو في شي نزال، كتهبط عليك الدوله الهولنديه بالضرائب. من اين لك هذا؟ هاد الشيء خصو يتخلص. اي فرانك دخلتيه الحساب ديالك كتخلص عليه في هولندا. هادي خصكم تعرفوا، معروفه اللي ما عارفش يدخل يشوف قانون ديال هولندا. هادشي ما كان الدراري، هذا هو المعقول. اما تقول راه كيهز الرايه المغربيه، هذيك الرايه المغربيه كيهزها باش الناس يحبوه مغاربه ويتهرب من الضرائب. جوج الناس كيضرب عصفورين بحجر واحد، باش يحبوه مغاربه يقولوها، كيشجع الرايه المغربيه ويتهرب من الضرائب. هذا ماك والشهره. اما بالنسبه تقول لي بنادم طلعت هولندا وربطلو هولندا وكلا وشرب من هولندا والدم ديالو، يعني بنادم كبر في هولندا ويهز الرايه المغربيه، المغرب ما عطالو حتى حاجه، بنادم اكثر يد الناس اللي كيطلعوا في هاد النزالات هادو باش يربح الفلوس، باش يطلع الماني الاورو، ما عندوش غرض لا في المغرب لا في الاخر. انا نهضروا في المعقول، هذا هو المعقول، الا خصكم المعقول. المهم، ومن هذا الموضوع بزاف ديال الناس يعني كيخليو لي شي كومونتير كيعجبوني. المهم كل واحد والراي ديالو. كيقولوا بان انت ما كتفهمش في هذا الميدان. انا ماشي عالم، انا واحد بنادم بسيط اللي كنعرف كنقسمه معكم، وكل فوق كل ذي علم عالم، الله تعالى هو اللي كيعرف كل شيء. العالم بصح ما يقول لكش انا راه عالم، انا كنعرف كل شيء. إذا فهمت شي حاجة كنقسمها معكم. أنا في ديك الفيديو قلت لكم أخوتي اللي عنده شي آراء ولا شي حاجة يقولها لي باش أنا نستفد، يمكن أنا نكون خاطئ، ولكن شي واحد آخر عنده الحق أحسن مني ولا يعرف يشرح أحسن مني، فهمتي؟ أنا راه غير ماشي، وأنا قديم في الميدان، كانت عندي لاصال في المغرب وجيت هنا ترينيت بالناس هنايا كيك بوكسين والمويتاي هنا في بلجيكا، وكنت في فرنسا ترينيت بالناس تما فرنسا الموي تاي وكيك بوكسين، في هولندا ما ترينيتش. فوقاش جيت لهاد البلاد استقرت هنايا، كنت كندرب في واحد لاصال ساعه ما تفاهمناش وما عنديش الوقت بزاف، سمحت وليت كنترينيت عندو، ولكن الدرايه ديال هادشي كنفهمو شويه، ماشي ما كنفهموش كاع، المهم كنفهمو شويه. هادشي ما كان الدراري، اللي عنده شي تعليق مرحبا بكم، حنا كنقبلوا اي تعليق، عندك الحق الراي ديالك، الراي والراي الاخر حنا كنتقبلوا باي حاجه. اللي ما ابوناش معنا ابوني معنا وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد، راه كاين الجديد اخوتي، وما تنساوش تشجعونا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.